في مسجد بني أمية الكبير بدمشق بأذان المغرب لهذا اليوم حيث يحين الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة يا أمين وحي الله عليك صلى الله يا ابن عبد الله ألف ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
اللهم بك آمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها رفعت رابطة المنشدين أصواتها بأذان مغرب هذا اليوم، دعاء الإفطار لفضيلة الأستاذ الشيخ أسامة أبو شعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ويدفع عنا وعن المسلمين بلاءك وغضبك ونقمك. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاةً تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا وتقضي بها حاجاتنا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مرضانا. اللهم اشف بالصلاة والسلام على نبينا جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشفهم بشفائك وداونا وداوهم بدوائك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعاء المضطرين، مجيب دعاء المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحم، أنت ترحمنا. اللهم إنا أمسينا في هذه العشية مفتقرين إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين في كل مكان فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، وارحم أمهاتنا، وارحم أزواجنا، وارحم أولادنا، وارحم من سبقنا من المسلمين إلى دار البقاء. يا رب يا رب، بلغنا أنه في كل عشية من رمضان لك عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا ووفق رئيسنا لما فيه خير الأمة في دينها ودنياها. ألهمه الرشد وجنبه الزلل، وهيئ له بطانة صالحة يا رب العالمين. وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وباعدنا عما تكرهه وتأباه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. دعاء الإفطار استمعنا إليه من فضيلة الأستاذ الشيخ أسامة أبو شعر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا وإياكم في رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق، نقلنا لحضراتكم وقائع الفترة الدينية على الهواء مباشرة إذاعة وتلفزة من بين موائد الرحمن التي تقيمها وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون، ومشروع حفظ النعمة والخيرون من أبناء هذا البلد. نتمنى لكم المغفرة والقبول والرضوان، ونستودعكم الله، ونعود بكم إلى استديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.